اسعد الله اوقاتكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناه ذا فيوتشر كوين وقناه بيتسي وورلد عالم البيتكوين. بهذا الفيديو اصدقائي راح اتكلم عن عمله تيرا لونا كلاسيك وشو هي المقاومات القادمه لهاي العمله، وراح اتكلم عن حرق عمله تيرا لونا كلاسيك. قبل ما نبلش بالفيديو اصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. لا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط راح يكون موجود اسفل الفيديو. خليكم معنا لبعد الانترو. اولا اصدقائي، عندي عملة تيرا لونا كلاسيك ارتفعت بنسبة 29% من امس، ارتفعت ارتفاع كبير جدا، كسرت المقاومة اللي حطيناها بالفيديو الماضي. طبعا رسمنا الدعوم والمقاومات بهذا الفيديو الماضي، طبعا تكلمنا وقلنا انه مقاومة 29 هي اقوى مقاومة وصعب اختراقها. اليوم تم اختراقها بسبب عملية الحرق الكبير اللي صارت على عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا بدي رد على كم كومنت من الاشخاص عديمي الخبرة او الاشخاص المبتدئين، تكلموا قالوا انه انا تكلمت عن عملة تيرا لونا كلاسيك وقلت انه رح تنزل ل 16 لكن ما نزلت. طبعا شباب هذا اسمه تحليل فني، التحليل الفني بيعتمد على تحليل الشمعات، ما بقدر انا ادخل عد مقاومة. طبعا بيكون اكبر قرار خاطئ او اكبر قرار غبي بستخدمه بحياتي انه يدخل عند مقاومة لما كنا اسفل 29 وما شفنا اختراق ل 29، فصعب جدا انه يدخل صفقة لونج او صفقة شورت بهاي المنطقة. طبعا قلنا لكم رح تنزل العمله لمنطقه 16، قلنا رح نشتري باجزاء من راس مالنا 2%، رح اشتري 2% عند ال 22 اللي هي عند الترند اللي لمست فيه قمتين سابقات، رح اشتري 2% من راس المال، رح اشتري ب 5% عند 16، ورح اشتري باخر جزء من راس مالي عند منطقه ال 14. لكن للاسف اصدقائي العمله ارتدت من منطقه ال 22 محل الدعم اللي رسمناه، العمله ارتدت من هاي المناطق، اشترينا ب 2% من راس المال. طبعا توقعنا كسر للدعم لكن صار عندي ارتداد مفاجئ من هاي المنطقة بسبب عمليات الحرق. طبعا لحد الان اصدقائي ما في عندي ايجابية كاملة، الايجابية الكاملة بتكون عند اقفال شمعة الون داي او شمعة اليوم على 29، لكن في حال اصدقائي اتقلصت الشمعة واغلقنا اسفل الدعم فلسه بتكون عندي خطورة وعندي احتمال هبوط ل 22 وبعدها بنرجع ننزل ل 16. طبعا هاي دعوم، انا عم بتكلم عن دعوم، اذا اقفلنا تحت 29 برجع بقلكم عندي احتمالية هبوط ل 22 وعندي احتمالية الهبوط ل 17 و 16، لكن اغلاق اعلى 29 اصدقائي رح نتوجه الى المقاومات التالية. طبعا المقاومات التالية بما انه ما في عندي شمعات رح اضطر استخدم الفيبوناتشي حتى يحدد لي الدعوم المناسبة. طبعا الدعم الاول رح يكون على 38 اصدقائي، طبعا والدعم الثاني رح يكون على 46، والدعم الثالث رح يكون على 56. وطبعا عند كل دعم رح نحدث التحليل ورح نشوف شو اتجاه العمله. لكن لحد الان بقول لكم اصدقائي لازم يتم الاقفال اعلى 29 حتى نتاكد الايجابيه الكامله ونتوجه للدعوم التاليه. طبعا اليوم منصه ام اي اكس سي اعلنت عن عمليه حرق في يوم 10 سبتمبر، يعني بعد 5 ايام من الان، حرق لمده 24 ساعه من الرسوم الكامله، يعني ما بتاخذ المنصه اي شيء، اي رسوم بتتم عبر عمليات تداول يو اس دي تي او يو اس دي سي تتجه تلقائيا الى الحرق. طبعا اليوم تم تحديث الكوين ماركت كاب وتم انقاص من عدد القطع الخاص بعمله تيرا لونا. طبعا المعروض للتداول نقص تقريبا 405 مليار قطعه تم ازالتهم من المعروض للتداول. طبعا وتم حرق 2 مليار قطعه. طبعا السؤال بيقول ليش العمله نقصت 400 مليار بالمعروض للتداول وما نقصت الا 2 مليار من التوتال سبلاي. طبعا اصدقائي التوتال سبلاي بتضم عدد القطع المعروضه للتداول وعدد القطع الموجوده داخل الحرق. لحد الان اصدقائي نحن تم حرق 2 مليار قطعه و405 مليار قطعه متجهين الى الحرق، يعني حاليا موجودين محفظه الحرق لكن تم حرق منهم 2 مليار قطعه، يعني هذا الارتفاع كله اصدقائي وتم حرق 2 مليار قطعه. لما يتم حرق 400 مليار قطعه وينقص التوتال سبلاي 400 مليار قطعه فراح نشوف ارتفاع كبير جدا لعمله تيرا لونا كلاسيك. الفوليوم اصدقائي ارتفع ب 127% وتجاوز ال 1 مليار دولار. طبعا والماركت كاب العمله تجاوز ال 2 مليار دولار وحاليا 1.993 مليار دولار، وفي عمليه تزايد ارتفعت الماركت كاب بنسبه 23% الى حد الان، والعمله مرتفعه بنسبه 31 الى 32%. اصدقائي هيكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون مفيد، لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. مع السلامة ودمتم بخير.